أيه. انه الحزب البيشمركه والفصائل الى اخره. اعتقد البيشمركه من 2001 1921 هو حتى في ضمن الدستور موجود قوة نظاميه معترف بها ضمن الدستور وضمن الدستور العراقي وضمن الجيش المنظومه العراقيه. لهذا السبب ما اعتقد الا في حاله واحده يجب يعني تغير هذا الفصيل البيشمركه الا بتغيير الدستور او من خلال الدستور. هذا جانب. اذا عندنا هناك فصائل حقيقه لنكون واضحين لدى شعبنا وناسنا. الفصائل الغير يعني انا اقول لك يا الفصائل اللي ما تعترف حتى برب العالمين. وهذا كل الاخوه يمكن يأيدوني بهذا الامر. وهي انه انت من تجي مثلا نطلب لك رئيس وزرائك وانت انت 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 يعني الحكومه حكومتك والدنيا دنيتك وانت تجي على رئيس وزارك تضربه بالقنطار. حاشا ما اقول بوجه او تطب المنطقه الخضراء تحاصر بيته او تريد تسقط لك دوله. هذا هاي هذا الكلام على هؤلاء الفصائل. او تجي تضرب لك مطارك انت تضربه. او هسه راح يقول لي طيب يقول لي اضرب القواعد الامريكيه. طيب القواعد الامريكيه عندك اتفاق وياها باتفاق الحكومه. لا ما اجت بكيفها، اجت اتفاق حكومه وراح يخرجوها نهايه هذه السنه. ما خرجت ذاك الوقت. ماكو وطني عراقي يقبل على بلده انه يكون محتل او اكو ارض شخص اجنبي عليه. لهذا السبب انا اقول هذه يعني اعتقد واحده من الضغوطات اللي تستخدمها هذه الفصائل على ان كان عن مفوضين الانتخابات على على الحكومه على كل هاي الامور انه ترى احنا موجودين بالساحه. ولكن يعني ما لها علاقه بقضيه الامريكان، لا علاقه بقضيه الانتخابات واعلان النتائج. انا دا اقول لك يا ورقه ضغط موجوده هي يعني الدليل انه اكو اتفاق انه نهايه هذا الشهر شهر 12 كل شيء ينتهي من عندهم. اذا لا ما سامح الله ما طلعوا ذاك الوقت الكل تطلع مو بس هم.